بسم الله For you is your religion, and for me is my religion. يا شباب يا ملتزمين، يا بنات يا ملتزمات، كتير جدا من البنات وكتير جدا من الأولاد محتاجين ومحتاجات إن حد يقول لهم الطريق من هنا، الطريق من هنا. الأخ بيقول لي أنا تعجبت، شاب منحرف جدا، أقول له في درس، يقول أنا كنت متوقع إن هو يستهزأ بيا، فوجئت، يقول أنا عايز، والله أنا عايز. الدعوة يا شباب، اتحركوا اتحركوا يا شباب، اتحركوا لدين ربنا سبحانه وتعالى. عرفوهم على القنوات، عرفوهم على البرامج، عرفوهم على اوقات الدروس، خدوهم من ايديهم، طلعوهم من القهاوي للمساجد. يا شباب، الانسان لو مريض، الواحد مننا لو مريض مرض يسير، انا بهروح للدكتور لان انا مريض مرض يسير، ولكن المرض لما يتمكن مني الدكتور هو اللي هيروح. الشهوات تمكنت في الشباب، الشهوات تمكنت من الشباب، الشباب مش قادرين يتحركوا بس عايزين حد يروح لهم. خلوكم كالطبيب الناجح، الأطباء علشان الفلوس يجري إن شاء الله يا رب، يسافر من مكان لمكان علشان الفلوس. أنا بقول لك النهاردة انقذوا الشباب دول من النار، انقذوا الشباب دول من النار، انقذوا الشباب دول من الحياة اللي هم عايشين فيها. اتحركوا للدعوة، اتحركوا للدعوة، اتحركوا لدين ربنا سبحانه وتعالى. كلمات يسيرة من الأخت وجهتها لصاحبتها رغم العناد، سبحان الله بعد فترة ظهر الأثر، بعد فترة ظهر أثر. اوعى في يوم من الأيام تدعو وما تلاقيش حد بيجي معاك أو بيرتبط معاك بالدروس إنك تيأس وتترك. اوعى في يوم من الايام تشوفوا انسان على معصيه تبخلوا عليه بالدعوه، تبخلوا عليه بالكلام، تبخلوا انك تنصحوه. اوعوا تبخلوا عن حد، عن حد، على حد، ما تبخلوش على حد ابدا، بل اتحركوا وارمي بذره لعل ان ربنا سبحانه وتعالى يهيئ ظروف ان البذره دي يطلع منها شجره. ممكن واحد يرمي نواه في صحراء ويشاء الله سبحانه وتعالى ان بعد فتره واحد يكون في المكان ده والناقه بتاعته يعني تتغوط في هذا المكان فيكون سماد للتربه دي، وبعد فتره ربنا يرسل سحابه تنزل مطر في المكان ده، الظروف تأهلت، السماد موجود والمطر موجود والنواة موجودة، خلاص طلعت نخلة مثمرة ينتفع بها كل الناس. وكم والله رأينا من أقوام يعني كانت كلمة يسيرة غيرت مصير الحياة، غيرت اتجاههم تماما. الحالة بتاعتنا بتاعت النهاردة دي أوضح مثال على ده، حياة أغاني، صحبة أولاد وغير ذلك، وتترك ده كله سبحان الله بكلمات يسيرة من أخت دعتها إلى الله سبحانه وتعالى. الشباب محتاج لكده، شبابنا محتاج لكده، ان احنا نروح لهم ونذكرهم بالله سبحانه وتعالى. ما تنساش ان معلم الناس الخير يستغفر له كل من في السماوات وكل من في الارض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض لا يصلون على معلم الناس الخير. وفي روايه اخرى صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخير، معلم الناس الخير يستغفر له كل من في السماوات وكل من في الارض، حتى الحيتان في البحر وحتى النمل في الجحور لا يصلون او يستغفرون على معلم الناس الخير. ما تنساش لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ما تنساش ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش سايب الناس في المعاصي وسايبهم، لا ده كان بيروح لهم، طاف على اليهود والنصارى في كنائسهم ودور عبادتهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الامام احمد يذهب الى الناس في منازلهم بمنى يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى.
كان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا رواه أحد بإسناد صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الناس في أسواقهم وحيث يتجمعون في أنديتهم يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. يا شباب اتحركوا للدعوة، اتحركوا بالدعوة، انتوا شايفين الأمة عمالة تتخبط في أزمات، انتوا اللي هتتحركوا وانتوا اللي ربنا هيفتح من إيديكم. يا شباب أنا ياما رأيت أولاد وبنات، ولد واحد ما شاء الله، ولد واحد ما شاء الله نزل بلد من البلاد غير كيان البلد، غير كيان البلد، البلد كلها في ميزان حسنات. وأنا والله أعرف أقرب حبيب لي قريب مني كان في كلية الطب، كان في كلية الطب، غير كيان كلية الطب، وإلى الآن كان كلية الطب متغير بسبب الأخ ده، بسبب الأخ ده كلية الطب معظمها ملتزمين بسبب الأخ ده. ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، والدافع علينا يا شباب نستخلص الناس من النار، والله نستخلص الناس من النار. محتاجين المنظر ده، محتاجين المشهد ده، مشهد إن كل الشباب لا تبخل أبدا باسطوانة، لا تبخل أبدا بشريط، لا تبخل أبدا بورقة، لا تبخل أبدا إن درس النهاردة يوصل لكل شباب مصر، لا تبخل أبدا إن درس النهاردة يوصل لكل شباب العالم، لكل شباب العالم، علشان يعرفوا حقيقة الحياة. أنت ممكن في لحظة تفقد كل شيء، ممكن في لحظة تفقد كل شيء ولا يبقى معك أحد، وسيتركك كل أحد. طب يا ترى سبحان الله أنا لما يتركني كل الناس وأكون في القبر أنا هيكون حالي إيه؟ أنا هيكون حالي إيه؟ يا جماعة، يا جماعة اتحركوا بالدعوة، ما ينفعش. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wow.